البيت الثاني وهو تقريبا قواعد شغل. اولا كيف في الواحد فعلا يواظب على اليقظه المبكره ليسلم كل يوم على نجمه الصبح؟ وبمقام الإمام الرضا عليه السلام مهم نجمة كلمة حلوة، لأنه أيضا الله الواحد له كتاب بطلاه نجمة وسعيد، وهو كتاب في التربية جديد وجميل، وهذا صار في اللغة العربية مجددا أظن وضع الشيخ حسين من شيخ حسين معه الله الله صحيح. معناها عم يتمردوا هالشبان، سوف نرى. إذا نجمة بالنسبة للإمام الرضا شو؟ أم الإمام الرضا نجمة، ونجمة بالنسبة للإمام الرضا في شرطين بيقولوا بيطلب الواحد فيهم الإمام الرضا جيدا، وبالإذن من مولانا أنه أنا عم بوح بأسراره مع أنه لا يحتاج إلى تحريم، الذي يسأله بابنه جواد أو يسأله بأمه نجمة أو يسأله بأمه الزهراء فكل طلباته تلبى منه. والذين يصومون أو يسعدهم الله بحج الفقراء، يعني الحج بزيارة الإمام الرضا هي لنا 24 ساعة معبرة بالزوار، لا يكف الزوار عن مطالبهم من الإمام الرضا. لذلك اليوم ناديناه أبا الجواد وذكرناه نجمة، بس مشان حتى نضل بالحضرة بالظاهر انبدوا مثل هالحاجات الطويلة العريضة بما في الجنة الفرنسو ينبغي أن يستيقظ مبكرا. هذا شرط أساسي في التربية. بالعلم التربية الأوروبي والأمريكي قرأت كتاب لفرنس دومينيه اسمه فن التفكير، بيقول اثنان يشعران بالتحرك المستمر، واحد بيثير التفكير وواحد بيضبط قواعد النحو. الذي يضبط قواعد النحو يشعر انه لا يحفظ شيئا منه، كيف حقا هو يعرف المقاول للكلام. والذي يستيقظ مبكرا ويشهد ولادة الكون، يرى كيف يتلون الأفق الشرقي شيئا فشيئا فشيئا، وتبدأ نجمة الصبح بالأول متألقة هي ملكة الشرق، ولكن بعد قليل إن ملكة الشرق هذه تنحني أمام أمها وتذوب في حضنها، ولا نعود لها نجمة الصبح وإنما هي الأمة العظيمة التي هي الشمس. أمر مهم، اليقظة المبكرة لمن يريدون أن يتعلموا الرؤية بلا عينين، أن يستكشفوا كيف يعيش الواحد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إذا الجواب بعد هذا الطلب محاسن النجمة الزهراء. استخدم النجمة واستخدم الزهراء، طبعا الزهراء أولا النجمة والزهراء أمه أيضا جدته، ولكن النجم نجمة الصبح، وبعضهم يقول فينيس والزهراء يعني الشمس، لأنه بالقاموس الأزهراء الشمس والقمر. فإذا نحن نلعب مع الكون ومع الذين يعيشون في الكون، ونحن منسجمون مع هذا وذاك. إذا محاسن النجمة الزهراء ثاقبة غيب الشهود. إذا كثير بكير وشوف النجمة كيف بتكون ملكة الشرق، وبعدين تدلل بحضن أمها وتذوب في حضن أمها، أنت أيضا تأخذ حالا من نجمة الصبح فتملك ثم تحتضن. وحقيقة هذا حال لا يوصف. أنا عم أخبر عن هيك، بس في الواقع شفافية بأحسن تقويم تهيئ شفافية، فكيف تصاب المطلقات بخافية؟ الذي أقوله الآن فقط نبأ، أما كيف يكون كل كائن يحصل على جواب وفق
وفق بصمته هو وفق استعداده، لكن لا بد من الإخلاص. يا أخي قوم الصبح شوي مبكرين وشوفوا نجمة الصبح، بعدين أنتم لحالكم سوف تكتشفون محاسن النجمة الزهراء ثاقبة غيب الشهود. بعدين قرآنيا هذا صحيح في وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، أن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ممكن تكتشف الحفظ الذين يحفظونك من أمر الله عندما تصبح في هذه الشفافية ويسكب لك النجم الطارق النوافذ ويشف زجاج صميمه، فبتصير شايف كيف انت محمول ومحتضن ومدلل عند بارئك، وعلى ذلك يتوجب عليك ايها المدلل ان تجلل هذا المدلل فتهلل له وتجلل وتعظم. اذا هذا شرطنا، العطاء له شروط، محاسن النجمه الزهراء ثاقبه غيب الشهود، وهذا شرط ما رمزوا، اللي رمزوه بسورة القرآن الكريم، واللي رمزوه بنجم وزهراء، واللي رمزوه بالشمس ونجم الصبح، كله بيبين عليه وفق مقامك. وحسان القصيد يقول عندنا الرمل واللظى والخمول، فأي كافئة كثير من الصبح. إذا معناها لذلك راح أبو لهب تبت اليد، لأنه فضل الخمول فوقعت في تبت اليد أبي لهب وثاب، ولأنه فضل أبو جهل العصيان وقع لنسمع من ناصية. لذلك كان الشرط حتى نلقى ما كنز في الجنة أن نلعب هذه اللعبة، لعبة نجم الصبح وأمها الشمس باليقظة المبكرة.